بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد. فها نحن في شهر رمضان، شهر التزكية والتنقية والصفاء، شهر السمو بالروح إلى خالقها وإلى بارئها، شهر نطهر فيه النفوس من الشوائب ومن العيوب ومن الأضرار التي لحقت به طوال العام. ها نحن ننتظر شهر رمضان من العام إلى العام لكي نطهر النفوس ولكي ننقي القلوب. الله عز وجل أقسم في القرآن الكريم بأطول قسم في سورة الشمس، فقال تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. انظروا إلى ما أقسم الله عز وجل به في هذا القسم. أقسم الله عز وجل بالشيء وضده. أقسم بالشمس وضدها القمر، أقسم بالليل وضده النهار، أقسم بالسماء وضدها الأرض. سبحانه وتعالى أقسم بالأشياء وضدها لكي يبين أن النفس فيها الشيء وضد الشيء، وهذه تسمى بالثنائيات المتضادة. هذه النفس البشرية مستعدة إلى أن تصل إلى أرقى درجات التقوى. قد أفلح من زكاها، من لجمها بلجام الشرع، من أدبها وألزمها بأخلاق الإسلام. وقد خاب من دساها، أي هذه النفس التي هي مستعدة أن تصل إلى أقصى درجات التقوى، مستعدة أن تصل أيضا إلى أقصى درجات الفجور. فرمضان يأتي لكي يأخذ بأيدينا إلى التقوى وإلى التزكية وإلى النقاء وإلى الصفاء وإلى السمو بالأخلاق وبالسلوكيات. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يتعامل مع رمضان بأنه شهر للتزكية، شهر للنقاء. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هنيئا لكم أيها الأحبة الكرام أن تتعاملوا مع رمضان بهذا المعنى حتى تصلوا إلى درجة من الصفاء والنقاء والتزكية. هذا من الأشياء التي جاء الإسلام لكي يغذيها وينميها. فالله عز وجل أرسل الرسل من أجل أن يزكوا النفوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نسأل الله عز وجل أن يزكي أنفسنا وأن يطهر قلوبنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.